هي آلة موسيقية قديمة لكنها حاضرة في الوصلات الطربية، ترافق مطربين من عدة مدارس موسيقية وأبرزها الأندلسي، ومع انحسار إقبال الناس على الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية تحاول هذه الآلة الصمود. لا تذكر الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية إلا بنوباتها الـ14، ولا تذكر النوبات إلا بالطار والرباب والنقر العجيب وآلة الكويترا. هكذا قيل قبل قرون، وعلى هذا سارت القرطبية. الكويترا اللي هي آلة جزائرية إذا نحافظوا عليها، بالعصر تطلع عندها هي عزف تاعها خصيص لها، ما عندهاش عزف تعزفش كما العود ولا المندولين. لا يخلو جوق القرطبية من الكويترا إذن. هي ليست مجرد آلة وترية، هي آلة تعزف على أوتارها الأربعة أصالة بلد بأكمله. هذه الآلة هي عندها دور كبير في الجواق الموسيقية، لا أكثر جزائر العاصمة وتليمسان. التاريخ ينصف الكويترا إذن. الكويترا التي ظلمها الحاضر بل يكاد يطمسها شيئا فشيئا. لا تحافظ جمعية القرطبة هنا بالجزائر العاصمة فقط عن الموسيقى الجزائرية الكلاسيكية من الضياع وسط زحمة الموسيقى العصرية، وإنما تحافظ أيضا على آلة الكويترا كتراث جزائري أصيل. غير بعيد عن مدينة البليدة في ضاحية العفرون وجدت ورشة متواضعة. هنا تصنع أضلاع الكويترا الـ15، وهنا تنقش قمرتها في شكل شجرة الحياة. يحز في نفس العم جمال الذي ورث حرفته عن والده محمد أن بلد الكويترا لا تستضيف متاحفه أي قطعة، لكن 13 متحفا موزعا عبر العالم يستضيف 13 قطعة جزائرية تعود إلى القرنين الماضيين. إلى 1968 من طرف الوالد محمد النيفر بالقالب تاع الكويترا الأصلية، اللي جاب الكويترا الأصلية باش كيما نقولوا يسقمها هو محمد بحار. العم جمال يحب مهنته، يتفانى في صنع الكويترات والعيدان، وأمله في نجله ياسين أن يحافظ على الورشة لتعيش الكويترا. حسام تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر. ومن الجزائر العاصمة نرحب معنا بنوال أيلول وهي فنانة جزائرية. أهلا وسهلا بك نوال، يعني سعيدون بوجودك معنا. بداية، لماذا هناك صعوبة جدا في استقاء معلومات عن الكويترا؟ أهلا بكم. أولا، الموسيقى الأندلسية العريقة الجزائرية أو المغربية بصفة عامة اللي كنا نسمع عليها في التقرير، أنا شفت باللي كان التقرير موجه لآلة من الآلات العتيقة في الجزائر، وهي آلة الكويترا. آلة الكويترا هي الاسم المصغر لكلمة جيتارا. احنا نعرفوا في الآلات الموسيقية ان الجيتارا معروفة في العالم. اذا هي آلة الكويترا هي آلة جزائرية متخصصة ومتميزة، عندها تميز في الموسيقى الأندلسية والنوبة بالتدقيق. في الأعوام الماضية كان أحد علماء وباحثون في الموسيقى في عالم الموسيقى، وهو دانيال سالفادور اللي كان هو عالم موسيقي. لما كان في 1843 دخل الجزائر في الخدمة الوطنية، هو كان باحث ومام طون كان يعني في نفس الوقت كان في عالم الموسيقى وعالم وحياته الشخصية. إذا لما جاء الجزائر دخل ودار بحث في الآلات الموسيقية والموسيقى الأندلسية، القابل لآلة الكويترا هي
جت يعني دخلت الجزائر عبر تونس، لأن العود التونسي يعني نشوفوا طريقة العزف التونسي، وحتى الحجم حجم العود التونسي يكون صغير الحجم بالنسبة للعيدان العربية أو العود الشرقي بصفة عامة. إذن دانيال سلفادور يقول باللي آلة الكويترا اللي هي الاسم المصغر لآلة الجيتارة، أو هناك من يسميها الجيتارة وكاين يقولوا لها الكيتارة، إذا كويترا جاية من كلمة كيتارة. ومن بعد جابها اللي جابها معاه من تونس هو أب الشيخ الكبير الجزائري محمد البحار، هو اللي جابها وكان مولوع بهذه الآلة وبرنين صوت الآلة. إذا رنين الكويترا لا يشبه إلى رنين العود ولا للجيتارة ولا للموندول، هو رنين مهذب أندلسي يصلح في النوبة فقط. هناك أيضا وهي في الجزائر يعني هناك أيضا اختلاف في الشكل بين الكويترا المستديرة والكويترا البيضاوية. هي الكويترا تكون بيضاوية ما تكونش مستديرة، لأن لو كان ظهر الكويترا يكون حجمه صغير وهي ميلة للطول، تكون طويلة وعندها طريقة عزف مميزة. حتى نسمع أنا يعني أنا كفنانة لما أسمع صوت أندلسي في النوبة الجزائرية يكون صوت يعني 100% أندلسي، نقول بأن في الأحبال الصوتية لهذا الفنان عنده كويترا أو رباب، لأن الرباب كذلك هو من هو طب هل من مناطق من في الجزائر يستعمل في النوبة الجزائرية؟ نعم، هل من مناطق جزائرية تنتشر فيها الكويترا أكثر من مناطق أخرى؟ أكيد هي الكويترا في الجزائر العاصمة وتلمسان، لأن نعود نرجعوا للتاريخ. لما دخلت بعد سقوط غرناطة في 1492 ودخلت الموسيقى عبر الناس اللي كانوا في إسبانيا وقرطبة، جابوا معهم الموسيقى الأندلسية، آلة الكويترا حبست عند في الجزائر العاصمة وتلمسان في النوع، لأن النوبة الجزائرية أو الموسيقى المدارس الأندلسية الجزائرية تنقسم إلى ثلاث مدارس مختلفة على تونس والمغرب، لأن في تونس يسمى بالمنوف التونسي، نوبة المنوف والموشحات التونسية حتى ليبيا، أما في المغرب تسمى بموسيقى الآلة، موسيقى الآلة. أما في الجزائر هما ثلاثة مدارس، مدرسة الغرناطي اللي بتلمسان، ومدرسة الصنعة في الجزائر، ومدرسة المنوف من قسنطينة إلى تونس وليبيا. اليوم من هم رواد الرنين تاعها مهذب؟ نعم، اليوم من هم رواد هذه الآلة، وهل تتخوفون عليها من الاندثار الجدي؟ لا، لأن الموسيقى الأندلسية تستقطب النخبة، والنخبة هم ناس يعني ناس محافظين على التراث الجزائري، لأن الموسيقى الأندلسية هي تراث، هي هوية، هي شخصية جزائرية، يعني في كل شخص جزائري عنده جزء من حياته أندلسية. دونك لهذا أنا كفنانة أنا مانيش حنخاف على زوال الكويترا من الجزائر، لأنها هي بصمة جزائرية. إذن ومن يهتم بها الآن؟ يعني كيف يتم الترويج لهذه الآلة العريقة التي تحمل ربما دلالات موسيقية خاصة بها، وأيضا ترتبط بكل هذا الموروث الثقافي والاجتماعي أيضا؟ عندنا في الجزائر جمعيات موسيقية أندلسية اللي يساهموا ويشجعوا في المحافظة على النوبة الجزائرية وعلى الموسيقى الجزائرية. كل ما هو أندلسي، حوزي، عروبي، مديح، ديني، في الإطار الموسيقى الأندلسية محافظين عليه في المدارس وأجيال وأجيال. يعني ما يقدرش يروح، يعني نقدروا يعني لازم يكون تطور، لازم يكون الإنسان عبر الأجيال لازم يكون تطور في الموسيقى، تطور في الفهم والفكر، ولكن باش نمسحوا هاد التراث ماش راح يكون. أنا متأكدة
ما نقدروش ما يقدرش الجزائري يسمح في هويته. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات نوال أيلول الفنانة الجزائرية من الجزائر العاصمة.